أهلا بيكم أبنائي وبنات الطلاب في الوحدة الأولى والتانية للصف الثالث التجاري وسياحة وفنادق. معاكم معلم أول لغة إنجليزية مستر أحمد القاضي. هنبتدي بيونت 1. كلمات since for just already yet no customer company formal accountant reminder statement sample order profit send price list invoice informal secretary how much is it can I help you could you help me I would like to place an order. Customer doesn't pay invoice. Still working. I can give you a discount. Send us a price list. Pay, salary, wages. What do you do? بالنسبة لأهم الكلمات عندنا في الوحدة دي، أول كلمة reminder، رسالة تذكير. لما يجي لي في الامتحان يقول لي A customer doesn't pay invoice عميل لم يدفع فاتورة، ساعتها الشركة هتبعت له ايه؟ reminder، رسالة تذكير. يبقى لما عميل ما يدفعوش الفاتورة بنبعت له reminder، رسالة تذكير. تاني كلمة معانا statement، كشف حساب. لما يجي يقول لي Every month a bank or a company sends to customer، كل شهر البنك أو الشركة بتبعتها للعميل. اللي بيتبعت اسمه statement، كشف حساب. طب هو ايه كشف الحساب ده؟ كشف الحساب ده بيبقى فيه كل المعاملات التجارية او المالية في الشهر. بمعنى انا عامل في بنك دلوقتي، حطيت فلوس وسحبت فلوس وحطيت فلوس، بيجي في اخر الشهر يقول لي انا حطيت مبلغ قد ايه وسحبت مبلغ قد ايه وباقي في حسابي قد ايه. يبقى اول ما اشوف كلمة every month وبنك او company يبقى الاجابة statement. عندي برضو place an order على بعضيها، يعني يكون بعمل طلبية أو يكون بعمل طلب. لقيت في الامتحان place هاخد an order، لقيت an order هاخد place. discount معناها خصم. أول زمن معانا النهاردة present perfect tense، زمن المضارع التام. طب زمن المضارع التام بيكون من ايه؟ بيكون من هاف وهاز والفعل في التصريف التالت. فهاجي اقول هي وشي وات المفرد بياخدوا هاز، هي وشي وات بياخدوا هاز، وبعديها الفعل في التصريف التالت. يبقى المفرد بياخد هاز والفعل في التصريف التالت والنفي بتاعه hasn't. طب الجمع اللي هو وي وزي بياخد هاف وبعدين الفعل في التصريف التالت. فعل في التصريف الثالث دايما اخره دي ما عدا الافعال الشاذة. النفي بتاع have haven't. يبقى كده خدنا ان هي وشي وات المفرد بياخد هاز، وي وزي الجمع زائد اي بياخدوا هاف، والفعل في التصريف الثالث. طب قبل ما اخد الجمل، قبل ما اقول الامثله، عاوزين نعرف الكلمات الداله already just ever never for since yet. فناخد هنا الأمثلة، بيقول I have cleaned the room. I خدت have وبعدها فعل في التصريف التالت. I have studied English. I خدت have وبعدها فعل في التصريف التالت. هنا مكتوب for 3 years. for هنا هو بيجي بعدها المدة. طب بعديها he has just phoned me. هي خدت هاز وبعديها جت جاست وبعديها فعل التصريف التالت. طب ده ليه؟ جاست واوريدي مكانهم في النص. يعني ايه يا مستر؟ جاست واوريدي كلمات داله مكانها في نص القاعده بعد هاف وهاز وقبل التصريف التالت. فهنا لاحظنا ان موجود هي مفرد خدت هاز وبعد كده الكلمه الداله جاست وبعد كده فعل في التصريف التالت. بعديها I have written. I خدت have
بعدها فعل في التصريف التالت، بس ده عشان فعل شاذ فالتصريف التالت بتاعه written. فعل ده write، wrote، written. بعدها have you ever seen a giraffe؟ في السؤال استخدمنا ever، وهنا خدنا have عشان فيه you وseen الفعل في التصريف التالت. نركز بقى في كلمات الدالة. أهم الكلمات الدالة عندي just و already. قلنا مكانهم فين؟ مكانهم في النص. يعني ليه في النص يا مستر؟ بعد have و has وقبل التصريف التالت. يبقى أنا ملاقي have أو has ونقط وبعد كده التصريف التالت، أختار الإجابة just أو already. بعد كده كلمة for. for بيجي بعديها مدة. لما أقول for a year لمدة سنة، for a month لمدة شهر، for 2 hours لمدة ساعتين، يبقى for بيجي بعديها مدة. since بيجي بعديها تاريخ أو بداية مدة. يعني إيه؟ لما أجي أقول since 1999 يعني منذ عام 1999، يبقى since بيجي بعدها تاريخ أو بداية مدة. زي ما أقول مثلا since breakfast يعني منذ الإفطار، since last week منذ الأسبوع السابق، يبقى بيجي بعديها تاريخ أو بداية مدة. yet بتيجي في آخر الجملة المنفية، يت مكانها بتيجي في آخر الجملة المنفية. طب هنا الأمثلة he has been in Cairo for 6 years. هي خدت has والفعل في التصريف التالت، هنا خدنا for عشان بعدها 6 years 6 سنين دي مدة. I haven't telephoned BUS yet. I خدت haven't وفعل في التصريف التالت، طب خدنا yet ليه؟ عشان الجملة منفية. يبقى ما الاقي جملة منفية باخد في آخرها يت، لو لقيت يت بخلي الجملة منفية. They have lived in Egypt since 2008. هم عايشين في مصر منذ عام 2008. خدنا since عشان تاريخ، خدنا since عشان خاطر التاريخ. بالنسبة للأفعال الشاذة أو الأفعال الغير منتظمة، بدل ما أقولهم في الفيديو ده، في فيديو 5 دقايق فيه الأفعال الشاذة، هنزله لكم في الديسكريبشن إن شاء الله. فالناس لو عاوز تحفظ الأفعال الشاذة هو موجود في فيديو لوحده مدته 5 دقايق. هنا بالنسبة للأمثلة they have lived in Egypt not 2008. فهنا هنا they وهنا have وهنا فعل موجود 2008. 2008 دي تاريخ، يبقى هاخد since. he has been in Cairo not 6 years. هي خدت هاز وبعد موجود 6 سنين مدة، يبقى الإجابة 4، يبقى 4 6 years. I haven't telephoned BUS، لما أتصل بشركة BUS. هنا الجملة منفية والنقط في الآخر، يبقى الإجابة أيوه yet. 4 هدى وموجود not، موجود yet. yet يبقى عاوزة جملة منفية. طب هدى بتاخد هاز، مش هاخد هاز انت المرة دي عشان النقطة أصلا موجودة في السؤال، يبقى هدى has not left the office yet، وهنا جملة منفية عشان في آخرها yet. 5 he hasn't not time for lunch. hasn't بيجي بعديها فعل في التصريف التالت، فهنا الفعل الوحيد في التصريف التالت had. he hasn't eaten anything not breakfast. عاوز اقول منذ الافطار، يبقى since breakfast، هو لم ياكل شيء منذ الافطار. هنا ما خدناش يت لان النقط مش في اخر الجمله. اي المفروض بتاخد have، بس عشان في يت يبقى هناخد haven't، يبقى I haven't telephoned BUS yet. she has not written. هنا لقينا she ولقينا has ولقينا التصريف التالت، في النص في نقط، قلنا في نص القاعدة الإجابة بتبقى just أو already، فهنا الإجابة هتبقى already عشان هي اللي موجودة في الاختيارات. رقم 9 they not finished yet. they بتاخد have بس في yet يبقى haven't، they haven't finished yet، لم ينتهوا بعد. بالنسبة للسؤال ده هشرح فيه الأسئلة خاصة بتعريفات وكلمات. السؤال ده ما بيجيش الامتحان بالطريقة دي، بيجي بطريقة الاختيارات، احنا بنضرب عليه كل طريقة ممكنة. if a customer، هنا الكلمات اللي موجودة الأول، reminder رسالة تذكير، statement كشف حساب، sample عينة، order طلب، profit ربح،
برايس ليست قائمة أسعار. انفويس فاتورة. If a customer doesn't pay invoice إذا لم يدفع العميل الفاتورة، قلنا أول ما العميل ما يدفعش يبقى الإجابة إيه؟ reminder رسالة تذكير. تاني سؤال مكتوب every month the company، قلنا أول ما نشوف every month وبعديها the company أو the bank كل شهر البنك أو الشركة يبقى بترسل إيه؟ ترسل statement كشف حساب. تلاتة we will open a new shop please send us a price list، هنفتح محل جديد رجاء ارسل لنا قائمة الأسعار. أربعة I would like to place an، قلنا دي في كلمات أول ما أشوف place يبقى الإجابة an order يكون بعمل طلبية. If you buy something for 10 pounds and sell it for 12، لو اشتريت حاجة ب 10 جنيه وبعتها ب 12 يبقى أنت كده عملت إيه؟ profit ربح. We think of placing an order please send us a sample، بنفكر نعمل طلبية رجاء ارسل لنا عينة. دلوقتي هنشرح سؤال الميم. أول ما أشوف كلمة ميم في الامتحان بدون تفكير أروح على ورقة الإجابة أكتب from جنبيها to re جنبيها date تعطيهم كلمة please. بمجرد إني كتبت الكلمات دي يبقى أنا حددت شكل الميم ويعتبر هبتدي اخد درجات. طب في فروم المفروض بكتب ايه؟ بكتب الاسم الاول اسم الراسخ طب هلاقيه فين؟ هلاقيه بعد كلمة فروم او باي او يو ار، فالاسم اللي هلاقيه بعد كلمة فروم او باي او يو ار سواء كان اسم او وظيفة هكتبه في فروم. طب تو المفروض اكتب اسم المرسل اليه الاسم التاني، طب هلاقيه فين؟ هلاقيه بعد تو الاولى، هدور على اول تو في السؤال وهكتب الاسم اللي بعديه. تبري هكتب asking او هختار الفعل الرئيسي لميمو. تبديت هكتب فيها تاريخ اليوم. بمجرد اني مليت الاربع فراغات دول مش هياخدوا مني 5 دقايق ويبقى انا ضمنت 4 درجات من 6، ونحاول نحسن خطنا على قد ما نقدر. طب بعد كلمة بليز المفروض اكتب الموضوع هجيبه منين؟ هلاقيه بعد توتو تانية او تيل او اسك او كونفيرم، يبقى هلاقيه بعد توتو تانية او تيل او اسك او كونفيرم، هكتب من عندها لغاية آخر القطعة. بعد ما خلصت الموضوع بكتب تحت على اليمين كلمة thank you. طب ناخد مثال عشان الناس تفهم الموضوع أكتر ويثبت معايا. فهنا مكتوب you are Mr. David Eastwood، يبقى أنا في الفروم هكتب إيه؟ David Eastwood. طب ليه؟ عشان كده بعد كلمة you are. طب write a memo to سلوى، يبقى هنكتب تو ايه؟ سلوى، عشان جت بعد تو الاولى كلمه سلوى. فري كتبنا اسكينج، في دي كتبنا تاريخ، اديني خدت 4 درجات ما خدتش دقيقه. طب الموضوع قلنا من تو تانية او تيل او اسك او كونفيرم، مش يبقى بعد تو الاولى اهو تو سلوى السكرتيري هي وانتس تو فون. يعني نبتدي من اول تو تانية دي لغايه الاخر، يبقى انا كده كتبت الموضوع بعد كده كلمه ثانك يو، كده انا خدت 6 درجات. طب ناخد مثال كمان رايت تميمو فروم حسن عثمان، يبقى انا فروم هكتب ايه؟ حسن عثمان. مشي انا تو بوب جونز، يبقى تو هكتب ايه؟ بوب جونز. ري كتبت اصلا، دي كتبت تاريخ. الموضوع هنمشي بعديها لقيت مكتوب تيلينج هيم، هنبتدي من الاول هنا لغايه اخر القطعه. اديني كده كتبت الموضوع واكتب ثانك يو، يبقى انا كده خلاص خدت 6 درجات، بس نحاول على قد ما نقدر نحسن خطتنا. حللنا احنا من 1 ل 4 قبل كده، نبتدي من رقم 5. He didn't no time for lunch. نركز جدا ان didn't بيجي بعدها فعل في المصدر. ف didn't هيجي بعدها have. Didn't هيجي بعدها have. رقم 6 If a customer doesn't pay invoice, the company sends him a. لقينا doesn't pay لم يدفع. قلنا أول ما حد ما بيدفعش نبعت له إيه؟ reminder رسالة تذكير. Every month the company sends to customer، كل شهر البنك بيبعتها للعميل، قلنا البنك أو الشركة سوري بيبعتها للعميل.
يبقى statement كاش حساب. We think of placing an order. Please send us a sample من الفقرنامة الطلبية. رضوا ابعت لنا عينة. If you buy something for 10 pounds and sell it for 12. لو اشتريت حاجة ب 10 جنيه وبعتها ب 12 يبقى انت عملت مكسب او ربح، اللي هي كلمة profit. I would like to place an. فبليس قلنا بيجي بعديها an order. 11. A receptionist deals with. نركز في دي. Deals with على بعضيها يتعامل مع. Deals with مع بعضيها معناها يتعامل مع. 12. I look forward to. Look forward to. نركز جدا. أول ما أشوفها بختار الفعل نضاف له ING. يبقى أركز إن تو بكل حالتها بيجي بعدها فعل في المصدر. لكن look forward to بيجي بعدها الفعل نضاف له ING. Her sister is preparing a big company. 14. Writing letters. هنا جاب معنى كتابة الخطابات. In English باللغة الإنجليزية is one of the secretary's responsibilities. هي واحدة من مهام السكرتيرة أو مسؤوليات السكرتيرة. 15. The work includes photocopying. العمل يشتمل أو يتضمن التصوير. 16. Mary wrote an application letter to get a job. دايما لما اشوف كلمة to get a job يبقى الإجابة application. 17. I am interested in. Interested in على بعضيها مهتم بيه وبيجي بعدها فعل ضاف له ING فجت learning. 18. في سؤال وموجود إجابته زازو. زازو حديقة الحيوان مكان. يبقى المكان بيسأل على إيه؟ where. يبقى where are you going now؟ إلى أين تذهب الآن؟ 19. لقينا سؤال والإجابة باي باص وسيلة مواصلات وسائل المواصلات بنسأل عليها how. يبقى how do you go to work؟ كيف تذهب إلى العمل؟ بعد لقينا سؤال لقينا مكتوب 5000 باوندز 5000 جنيه يبقى فلوس. السؤال عن السعر بنسأل بـ how much. 2. أول خطوة بحدد نوع المحادثة. فهي مكتوب شوب اسيستنت وكاستمر بياع وزبون. محادثة بتاعت بيع وشراء. قلنا محادثة بيع وشراء أول حاجة خالص بتبدأ بكان أي هيلب يو. هل يمكنني مساعدتك؟ يبقى جود مورنينج. كان أي هيلب يو. صباح الخير أقدر أساعدك. تعالوا ذيس إز نايس شيرت. الشيرت ده جميل. How much is it؟ سأل عن السعر. قبل ما أجاوب ببص تحت في سعر تاني ولا لأ. فلقيت تحت مكتوب 75 جنيه. طب ما هو السعر ده بعد الخصم. يبقى السعر ده كام؟ ممكن نكتب 90 ممكن نكتب 100. يبقى هنكتب 100 جنيه. فراح قال له I'm looking for something cheaper. بدور على حاجة أرخص. رد عليه البياع وقال له I can give you a discount. أنا ممكن أديلك خصم. You can take it for 75 pounds only. هدولك ب 75 جنيه بس. Good. Now I. كويس دلوقتي هعمل ايه؟ I will buy it. هشتري. بالنسبة لباقي الامتحان ان شاء الله بعمل لكم فيديو للأسئلة بس. دلوقتي هنبدأ الوحدة التانية ان شاء الله. والوحدة التانية buying and selling. البيع والشراء. وهنبتدي بكلمة. Always, generally, usually, often, sometimes, every day, confirm, bound, reservation, bargain, check, earrings, draw, discount, available, reduction. How much are these earrings? That's too expensive for me. May I draw your attention? That's my last price. Doesn't break down. It's very reliable. It's easy to use. Look forward to. نمشي واحدة واحدة.
كلمات مهمة عندي. كلمة confirm يعني يؤكد، دايما مربوطة بكلمة reservation يعني حجز، يبقى confirm reservation يعني يؤكد الحجز. كلمة reservation ليها كلمة تانية booking، يبقى reservation حجز وbooking حجز. confirm تيجي مع الاثنين. bargain صفقة، صفقة ده معناها زي كلمة ما تتعوضش، زي كلمة لقطة. لما اجي اقول مثلا انا جبت تيشيرت لقطة، يبقى ما يتعوضش او سعره مناسب جدا. كلمة درو يكذب، دايما بتيجي مع كلمة اتنشن يعني انتباه، يبقى درو اتنشن يعني يكذب الانتباه. قلنا ديسكاونت قبل كده يعني خصم، وريدكشن يعني تخفيض او تقليل. يبقى لما يجي في الامتحان يقول لي a reduction in payment، تقليل في المدفوعات، يبقى الإجابة discount خصم. نيجي في آخر صف نركز في آخر اتنين، it's easy to use، هنا توجي بعدها فعل في المصدر، لكن آخر واحدة look forward to بيجي بعدها فعل نضاف له ing. معانا في الوحدة دي زمن اسمه present simple tense، زمن المضارع البسيط من الأزمنة السهلة واللذيذة. طب أول حاجة في الزمن بنعمل إيه؟ بنقسم الضمائر، بمعنى هخلي هي وشي وإت مع بعض، هي وشي وإت اللي إحنا قلنا عليها قبل كده المفرد. طب المفرد بياخد إيه؟ بياخد فعل نضاف له إس أو إي إس أو أي إي إس، نوفر على نفسنا نقول الفعل آخره إس. طب الجمع اللي هو وي يو زي زائد اي، يبقى جمع وي يو زي زائد اي، بياخد فعل في المصدر، يبقى معنى كده المفرد بياخد فعل مضاف اس والجمع بياخد فعل في المصدر، يعني فعل في المصدر بدون اي اضافات، فعل ليه زي ما هو، ما فيش اخر ولا اس ولا دي ولا اي ان جي. طب في النفي المفرد اللي هو يمشي ويت بياخد doesn't والجمع بياخد don't. طب نمشي واحدة واحدة. هنا I play football on Fridays. I had play في المصدر، يعني احنا I be you they بيعملوا فعل في المصدر. They watch films. They خدت watch فعل في المصدر، لأن they جمع تاخد الفعل في المصدر. He plays. He خدت plays مضاف لها S عشان he مفرد، وقلنا مفرد بياخد الفعل مضاف له S. Jenna watches. Jenna خدت الفعل مضاف له اس. I don't play. I خدت don't اللي قلنا الجمع النفي بتاعه بdon't وجي بعدها فعل في المصدر. Save doesn't watch. Save مفرد النفي بتاعه doesn't وبعدين فعل في المصدر. طب ليه فعل في المصدر؟ عشان خلاص doesn't خدت الاس. طب في السؤال what do you do؟ خدنا do عشان خاطر you. What does Jana؟ خدنا does عشان Jana مفرد. طب في السؤال does أسماء like؟ خدنا does عشان أسماء مفرد. Do they cook؟ خدنا do عشان خاطر they جمع. السؤال do does بيجاوب على yes و no، بنعكس أول كلمتين، فقلنا does أسماء like pizza، قلنا yes she does، عملنا إيه؟ جاوبنا yes وعكسنا أول كلمتين. طب تحت do they cook؟ جاوبنا no، عكسنا اول كلمتين فبقت no they don't. طب اهم حاجه في الزمن قلنا الكلمات الداله، عشان اقدر في الامتحان افرق ما بين الازمنه لازم احفظ الكلمات الداله، زي ما قلنا في مضارع التام على الكلمات الداله، ومضارع بسيط برضه ليه كلمات داله عشان اقدر افرق ما بينهم في الامتحان. طب الكلمات الداله ايه؟ always usually often sometimes rarely seldom scarcely never ever every. اول ما اشوف كلمه من الكلمات دي يبقى ده زمن المضارع بسيط، وطالما مضارع بسيط هبص على اول كلمه، لو اول كلمه جمع يبقى الكلمه الثانيه مصدر، لو اول كلمه مفرد يبقى الكلمه الثانيه اس. ناخد امثله. we not tennis every day. وي جمع بتاخد الفعل في المصدر. بلاي سوري بلاي هنا مكتوبه غلط، المفروض بي ال اي واي، القاموس هيبقى عندنا لوحده، يبقى وي هتاخد الفعل في المصدر فخلي بلاي. طب عرفنا ان هي هتاخد الفعل في المصدر منين؟ عشان موجود افري دي،
افري الكلمه ده لو عمرها بسيط فوصلنا لاول كلمه جمع فخدنا بعد فعل في المصدر. طب منى وموجود افري دي يبقى مضارع بسيط، منى مفرد يبقى هاخد الفعل مضاف اسم بقت بليز. طب الجمله اللي بعديها وي اوفن، اوفن كلمه ده لو عمرها بسيط، وي جمع بتاخد الفعل في المصدر يبقى فينش بدون اي اضافات. اربعه هي اوفن، اوفن كلمه دالة وهي مفرد يبقى تاخد الفعل مضاف له اس يبقى فينش. شي مفرد وموجود افري داي يبقى افري داي كل يوم مضارع بسيط وشي مفرد يبقى تاخد الفعل مضاف له اس تبقى رانز. داز شي، شي هنا خدت داز، طالما في داز هي خدت الاس يبقى هيجي فيها فين؟ ايوه في المصدر يبقى كوك بدون اي اضافات. ليه؟ عشان داز اوريدي خدت الاس. طب السؤال اللي بعديها مكتوب نقط شي، هتاخد ولا داز؟ هتاخد داز عشان شي بتاخد المفرد بياخد داز. سؤال المحادثة هنا هنا برضه اكاستمر wants to buy some good and cheap shares. زبون عاوز يشتري كراسي رخيصة. تبقى دي محادثة ايه؟ محادثة بيع وشراء، لأن فيها بياع وزبون. قلنا محادثة بيع وشراء بتبتدي أول حاجة بإيه؟ Can I help you؟ هل يمكنني مساعدتك؟ حلو yes I'm looking for some chairs. بدور على كراسي. The chairs are over here. Do you like any of these? This one is quite nice. سأل سؤال رد عليه قال له ايه؟ That's 150 pounds ب 150 جنيه. 150 جنيه يبقى سعر. قلنا السؤال عن السعر هنقول How much is it؟ بكام؟ طب it's very nice but جميل جدا، لكن أول ما أشوف كلمة لكن هو عاوز حاجة من الاثنين، يا إما هيقول له غالي جدا يا إما هيقول له بدور على حاجة أرخص. ليه؟ ما هتبقى الإجابة too expensive it's too expensive او that's too expensive ده غالي جدا، يا اما اقول but I am looking for something cheaper بدور على حاجه ارخص. راح قال له this one is 90 pounds only خلاص ده ب 90. السؤال ده الاكمل بقى تاني مره، السؤال الاكمل ملغي من الامتحان بس بيجي لنا عقلية اختيارات، احنا بنتدرب عليه كل الطريقه الممكنه عشان نحقق اكبر قدر من الاستفاده. reservation حجز، bargain صفقة، شيك شيك، meeting draw يكذب، discount خصم. فأول جملة بيقول if a room is available إذا كانت الغرفة متاحة، مش محتاج أكمل بس هنكمل the room can confirm. أهي تاني حاجة أهو confirm، إحنا قلنا confirm بتيجي مع كلمة إيه؟ reservation حجز. طب رقم اتنين A note to the bank asking to pay money to someone. إشعار للبنك أو مذكرة للبنك تطلب من البنك إن يدفع فلوس لشخص ما. إيه الحاجة اللي بنروح بيها البنك؟ تدفع فلوس لشخص، الشيك. طب تلاتة these earrings الحلقان دي are نقط. You won't find cheaper ones anywhere مش هتلاقي أرخص منها في أي حتة. يبقى الحلقان دي إيه؟ لقطة أو صفقة اللي هي bargain. أربعة I look forward to، قلت أول ما أشوف look forward to باخد الفعل نضاف له ING يبقى meeting يبقى الإجابة meeting. خمسة may I your attention، attention يعني انتباه، قلنا تيجي معاه draw يبقى draw attention يجذب الانتباه يبقى الإجابة draw. ستة not is a reduction in payment، هو تأليف في مدفوعات، هو اللي تأليف في مدفوعات الديسكاونت الخاص. وبكده أكون خلصت شرح الوحدة التانية. أنا عارف إن أنا بشرح بسرعة شوية بس الفكرة من الفيديو إنك أنت بعد ما تذاكر تأكد المعلومات، وبحاول على قد ما أقدر إن أخلي الفيديو قصير عشان الناس ما تملش من حجم الفيديو. يا ريت الناس تذاكر. وبالنسبة للأسئلة أو الامتحانات اللي بعد كل واحدة إن شاء الله بحلها في فيديو مراجعة على كل الوحدات. اي استفسار اي تعليق اي مشكله اكتبوا لي في الكومنتس، ويا ريت الناس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير للفيديو.
شكرا.